نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم السبت 25/2/2016. يبدو أننا على أبواب تشكيلة حكومية قريبة، فالكل مرتاح وفي مقدمهم الرئيس المكلف سعد الحريري. التقى ويلتقي الجميع ويدعو الكل إلى حكومته الثلاثينية لتكون حكومة الوفاق، حتى أن خصمه اللدود حزب الله أكد بالأمس بلسان أمينه العام أن من سهل التكليف لن يعرقل التأليف. أين الكتائب من هذه الطبخة الحكومية؟ هل هي من ضمن مكوناتها أم أنها عزلت نفسها عن تلك الطبخة؟ الكتائب سمت الحريري وغمزت بلسان الرئيس أمين الجميل أن موقفها في جلسة الرئاسة لم يكن ضد الرئيس عون. فهل نحن أمام دخول للكتائب في مروحة الإجماع؟ ولماذا؟ هل هو قرار داخلي بحت أم أنه مبني على تحذيرات نقلت على لسان الرئيس بري للرئيس الحريري؟ انتبه، جعجع يريد إقصاء الكتائب والمردة. هذه الأسئلة وأكثر سنبحث اليوم مع ضيفي عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب استاذ سيرج داغر. أهلا وسهلا فيك استاذ سيرج في هذه الحلقة. ألعب بقوة، مجرد أسئلة جمعتهم للأسئلة أسألك إياهم بالحلقة، جمعتهم بالمقدمة. في الكثير من الأسئلة. نعم. في يعني مش غموض، في حالة ضياع ضيعتونا إياها بموقفكم ككتائب. بدي أسأل عن هذا الموضوع. نعم. بدي أسأل انطلاقا من ما قبل جلسة انتخاب الرئيس، وصولا إلى جلسة انتخاب الرئيس وثورة الأرز مستمرة في خدمة لبنان، إلى مد اليد والمباركة للرئيس الجنرال ميشيل عون، والمواقف اللي عم تقول يوم أنه قسموا بادرة خير على لبنان، فيما بعد تسمية الرئيس سعد الحريري، الحديث عن احتمال دخول الكتائب، الكتائب تبحث في طرح الرئيس الحريري دخول ضمن مروحته الحكومية، وصولا إلى المرحلة المقبلة. ماذا تريد الكتائب؟ هل هي خرجت من كل هذه المعركة خاسرة وركضت، يعني ركضتم نحو استدراك الخسارة، أم أنكم فعلا فزتم؟ الحلقة على الساعة 4 بعضها. بدنا نحاول بقدر ما بيسمح لنا الوقت. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ سيرج. بدك تسمح لي قبل ما نبلش بالسياسة بدنا نبلش بالطرقات. بدنا نشوف اليوم كيف طرقات. لا الحمد لله رايقة، من بيروت إلى الشمال عند ملعب الرئيس فؤاد شهاب في جونية، طريق سالكة، وبالعكس كمان ماشي السير صحيح في عشقة شوي بس ماشي، لقدام كمان على المقلب الآخر من الطريق ماشي السير وفي عشقة أبدا. الدورة بالعكس الصورة، الخارج من بيروت على الآن بشوية عجقة، أما الدخول إلى بيروت ففاضي الطريق تقريبا. عند الكارنتينا المشهد مشابه، الخروج من بيروت زحمة سير خفيفة بس سير ماشي، أما الدخول إلى بيروت فسالكة. أنت مثال المغترب والمرفق، مرفق بيروت، طريق كتير عادية بالاتجاهين. مدخل بيروت الشمالي عند شارع الحلو وبيت الكتائب بالصيف، اليوم ما في عجقة عليكم؟ لا دايما نحن طرقاتنا سالكة. طرقاتكم سالكة بس عم تعملوا عجقة كنتوا آخر فترة. كان عم يسكر السير قدامكم. عم يسكر السير قدامكم كان آخر فترة. هلا بدي أسأل. مفتوحة مثل هلا بدي أسأل. أنتوا قطعتوا السير أم السير واقف قدامكم؟ في الأشرفية تقاطع ساسين كمان على الإشارات، زحمة سير على الإشارات، ما شكله في عجقة أبدا. حمرة كمان إشارات مش أكتر. بالعكس تقريبا فاضية الحمرة. مدخل بيروت الجنوبي كمان الطريق فاضية، اليوم سبت، لذيذة بيروت نهار السبت. ايه بلش تفضى سبت واحد انه يمكن أفضل. اما ختاما في صيدا فيبدو في زحمة سير بسيطة عند مداخل ومخارج المدينة. اهلا وسهلا فيك استاذ سيرج معنا في هذه الحلقة. انتوا خسرتوا ولا ربحتوا؟ الطريق اليوم سالك. اول شيء لفتني مقدمتك انه ضيعناك، بفهم شوي اللي عم تقوله بس بفتكر قد ما كله صار وبدون استثناء، وقتها بقول كله قد ما كله صار يبرم، صرت وقت تمشي جالس بتضيعوا الناس. يعني بفتكر نحن يعني كان من الواضح والطبيعي انه حزب الكتائب الوحيد اللي عمل شيء طبيعي بالفتره الاخيره. مشي جالس عمل شيء طبيعي شوي، عبارات مش واضحه. بعدك عم بتضيعني. تقلك من 11 سنه ولليوم نحن بخصومة سياسيه مع العماد عون وحزب الله على امور اساسيه ومبادئ إلها علاقة بالحياد، إلها علاقة بالسلاح، إلها علاقة بالعلاقة مع سوريا. بفتكر طحلنا الناس نحن وهن من 11 سنة لليوم نخبرهم عن خلافنا واختلافنا بالسياسة. خلاف سياسي. طيب.
اجى الاستحقاق الانتخابي اكثر شيء طبيعي بالدنيا تعمله ما تنتخب العماد عون اللي هو خصمك بالسياسه. وهذا اللي عملناه. يعني كانت كتير غريبه لالنا بعد 11 سنه خصومه يطلع العماد عون او ينتخب العماد عون ونطلع نحن نخبر ناسنا انه ربحنا انه انتصر خيارنا السياسي. يعني تخيل المشهد. غيرنا قدر يعني انتوا خسرتوا. خلينا نكون واقعيين، في خصومه سياسيه بالبلد من 10-11 سنه. من سنتين ونص طلع السيد حسن نصر الله قال يا العماد عون يا ما في رئيس. والعماد عون قال انا صاحب الحق بهالموضوع، اذا ما رح تنتخبوني رح اعطل النصاب ورح اعطل الجلسات، وهيك عمل. على فكره حزب الله والعماد عون قد اختلف معهم انما كانوا منطقيين وثابتين مع حالهم، يعني اجى السيد حسن قال ما في رئيس الا العماد عون. اجى العماد عون قال ما في غير انا. اوكي طيب. بس هلا انا عم بحكي باليوم. واصلك واصلك واصلك. اخذت القصه وقت الافريقيا اللي كانوا ب 14 ادار اللي كانوا واقفين بوجه هذا الخيار على الطريق غيروا خياراتهم واحد ولا الثاني، بتقول الناس تعبت، بتقول الناس زهقت من هذا الصراع، بتقول شافوا انه ما في نتيجه. طبعا اوكي بتجي بتقول كنا بهالخيار السياسي خسرنا بهالمرحله، يعني بتعرف اليوم الصراع السياسي طويل، بهيدي الجوله خسرنا، بتقبل خسارتك بتصارح ناسك. ليك اهم شيء بالسياسه الصدق والمصداقيه. ما فيني انا خاصه من عماد عون 11 سنه غير قبل بثلاث اشهر ونهار اللي بينتخب اطلع اعمل انتصار. بس معروف كمان انه السياسه لا عدو دائم ولا صديق دائم. طبعا من هيك نحن اليوم صار هذا الاستحقاق، اليوم نحن نتعاطى مع الرئيس بطريقه مختلفه بنشوف نحكي فيها هلا بنحكي عنها. بس اكيد اكيد ما فيني اطلع على التلفزيون اطلع بالناس واقول لهم انا انتصرت. يعني فيك تخسر معركه مره بس يعني وبتربح غيرها، بس مصداقيتك بتخسرها مره. ما في غيرها. نحن منا على استعداد نخسر مصداقيتنا قدام الناس. طلعتوا قلتوا نحن خسرنا. عم بيجي عم بيقول لك على التلفزيون، طلع نائب سامي جميل شرح كثير منيح للكل ولا عماد عون ليه ما رح ننتخبه. وبالجلسه معه فسرنا له ليه ما انتخبني. واذا بدك يعني فيني اقرا لك الاسباب اللي خدت ما ننتخب عماد عون هيك نوضحها على السريع. اول شرح النائب سامي جميل. لا بس اولا بالشكل انا ما بقدر امشي بشيء بيقول لي بيطلع سيد حسن بيقول لي يا فلان يا ماشي وامشي. واحد. اثنين ما فيني انتخب. انا ما بدي ارجع كثير بالتاريخ. اما وقد اصبحنا في مرحله جديده ما بينفع نرجع لورا. صحيح. اليوم بمحل معين ليه ما انتخبنا الرئيس؟ اوكي ليه ما انتخبتوا الرئيس؟ البديل ثوره الارز مستمره في خدمه لبنان. صحيح. هي البديل؟ طبعا اكيد، لانه نحن ليش ما انتخبنا العماد عون؟ نحن ككتائب لا عنا صراع دموي مع العماد عون ولا قصفناه ولا قصفناه ولا قتلناه. بالعكس كنتوا عم تتواصلوا معه بمحل معين. الكتائب اللبنانيه هي الوحيده اللي من 14 اذار كانت على تواصل مع نسب العماد عون. كانوا يخونونا يقولوا لازم تسبوا العماد عون. كانوا يقولون يا اخي نحن ما بنسب حدا. نحن اليوم مختلفين عشو على مبادئ سياديه يلي هن لها علاقه بالسلاح بالوضع بسوريا يعني امور سياديه. طبعا وصل العماد عون من هيك نحن حطينا ثوره الارز ما هدفنا نستفز حدا. ليش يعني عم وبعدين انقال كثير انه الاوراق البيض سوف تحسب للوزير الفرنجي ونحن منا عم ننتخب الوزير الفرنجي كمان. فكانوا ورائنا واضحين محترمين وبيوصلوا الرساله اللي بتقول نحن يا فخامه الرئيس ما انتخبناك لان نحن حاملين ثوابت ثوره الارز ونعتبر هالثوابت لازم تستمر. هذا كان موقف حزب الكتائب لحديت دقيقه الانتخاب. من بعد الانتخاب بدقيقه ماذا حصل حينما طرق الرئيس بري مطرقته قال اعلن العماد ميشيل عون رئيسا للجمهوريه. ممتاز. وين الكتائب اليوم؟ العماد عون اصبح رئيس الجمهوريه. اوكي. وهون كان في منحيين، كان في منحى العماد عون يروح يقول خطنا انتصر بدنا نروح بمنحى اقصائي بدنا نروح بالامور اللي نحن بنعتبرها غير سياديه للاخر ويفوت بجو متشنج. كنا رح نكون اول المواجهين له. اوكي. لحديت هالدقيقة الممارسة ظاهر انه منا هيك. لما طلعنا اول شيء اكيد رحنا هنينا الرئيس بلحظة انتخابه اللي هو الامر الطبيعي نعمله. بعدين بالمشاورات تبع التكليف سمعنا منه كثير من الايجابيات، يعني اول شيء هو فايت بمنحى انفتاحي. حتى خطاب القسم يعني حين تقول هذا احكي عنه لحاله لان خطاب القسم مهم. بس عم بحكي قبل ما نحكي بالسياسة عم نحكي بالنفسية. فايت العماد عون بنفسية ايجابية، عم بيجي يقول خيي كان في صفحة وانتم ما انتخبتوني انا بتفهم. اليوم بدنا نجرب نفتح صفحة جديدة، بدنا نجرب نشتغل للبلد، أنا بتمني أدار غير أنا رئيس، يعني اليوم فايت بمنحى آخر، بدي أجرب أجمع الكل، بدي أجرب أقرب الكل من بعضهم. شو بتروح ما فهمت شو بتاع يعني. بدك تكون الزلمة مبين إيجابي، بدك تكون إيجابي. بدك تقابل الإيجابية بإيجابية، هيك عم تعمل. إذا رحنا على سلبية بتوقع على سلبية، بنشوف. إجا على خطاب القسم، بالإجمال جو خطاب القسم منيح.
بيحكي بكثير من الامور اللي علاقه بالسياده بالجيش بتقويه الجيش يلي ما فيك الا ما تكون ايجابي معه. عنا سؤالين رح نستوضحهم بالوقت المضبوط بالمكان المضبوط مع الرئيس. في نقطتين بدنا نضوي عليهم هيك اذا نمر عليهم سريعا. ينحكى محل انه بالارهاب رح نحار يعني رح نواجهه استباقيا وامنيا ومحاربتيا. امنيا ومحاربتيا ممتاز. استباقيا بس هو فعليا بلبنان هذا اللي عم بصير. عم نستبق الارهاب عبر الاجهزه الامنيه. ايه ما يعمل لك في نوعين استباقي. فيك تقول من خلال الاجهزه الامنيه والعمل الامني لساعتها نحن على راس السطح نحن مع هذا الشيء. او في يكون استباقيا يعني عم نحاربه بسوريا. هون بقى بصير فيها وجهه نظر اخرى. خلينا نفهم من الرئيس شو كمان تما نفترض سوريا. بكل التواصل فرص التواصل عنا اياها معه نحن اليوم على تواصل معه. اوكي انتوا على تواصل معه؟ ايه عبر مين عم تتواصلوا مع الرئيس؟ عبر كل شيء عبر رئيس الحزب في مشاورات يعني اليوم نحن بنفتح الخطوط بيننا وبين الرئيس. وخليني كمان اقول شغله كمان كون واضح فيها. صدر منح من قبل الرئيس يعني او يلي بعد ما كان رئيس من قبل التيار الوطني الحر مبادره ايجابيه تجاه حزب الكتائب قبل الانتخابات الرئاسيه. صار في تواصل معنا بشكل مباشر من الوزير الياس ابو صعب اللي موجه له تحيه الوزير الصديق واكيد بتغطيه من الوزير جبران باسيل رئيس التيار والعماد عون. صار في اجتماعات مع حزب الكتائب ونحن بتعرف كنا سائلين اربع اسئله بالاساس للمرشحين لهم علاقه بالسياده بسلاح حزب الله بيبي واجوا بورقه بيعتبروا انه بتحمل اجوبه على هالاسئله بتجاوب والورقه اذا بتشوفها فيها كثير من الايجابيات ما لنا بعيده عن نحن كيف بنشوف الامور او كيف نطرحها. اوكي وناقشنا في شغلتين بركي ما خلونا النقاش يوصل لخواتيم السعيده. كان اولا الوقت القصير لانه اجت هذه النقاشات دغري قبل الانتخاب يعني ما لحقنا اذا بدك نستفيد بهذا النقاش. واثنين بمحلات هذه الورقه بتتعارض مع اوراق اخرى عملها التيار الوطني الحر ان كان مع حزب الله او غيره كان كمان بده هذا الموضوع نقاش. فما وصلنا لمحل قبل الانتخاب. رح يكمل النقاش؟ ممكن كتير يكمل هذا النقاش على كل حال إذا يعني إذا في نية يتكفى هذا النقاش من قبل تيار الوطني الحر نحن أكيد منفتحين لنجرب نوصل على نقاط مشتركة. برجع بقول لك في كتير من المؤشرات الإيجابية اللي عم بتخلينا نكون لحديت هالدقيقة إيجابيين تجاه العهد. نحن قلنا رح نقابل الإيجابية بإيجابية والسلبية بسلبية. شو بتكون تقولوا لجمهوركم؟ بشو؟ مش انتو قلتوا انه اهم شيء مصارحة الجمهور مي من هيك عم لك انه انا بقى اجي لك اليوم رح نوصل على خواتيم سعيدة لا لانه يمكن الامور سيدية ما نتفق عليه اذا اتفقنا على امور يمكن نتفق يمكن تتفق من هيك عم لك نحن اساسا جمهورنا فاهمين هالشيء كتير منيح نحن ما نختلفين مع العمل العمب الشخصي مختلفين على واحد اثنين ثلاثة اربعة نحلوا بيكونوا نحلوا ما نحلوا بيكونوا ما نحلوا ببساطة اكيد مش رح اقول لجمهوري انا والله اللي عماد عون اليوم مثل ما هو مثل ما وصل نحن انتصرنا وهذا عهدنا ونحن صناع العهد أنا ما فيني أنا أطلع بكتائب يكذب عليه بوجه ما بتزبط معي. يقال أن الكتائب لطالما كانت والعهد ورئيس الجمهورية لم تبتعد. هذه من النظريات الخاطئة على فكرة بتضحكني هالنظرية. ليه؟ نرجع لورا هل الكتائب كانت مع أمين لحود؟ لم تكن ضده بشكل مباشر. ما كانت ضده نص مش بشكل لا مباشر. لا كنا نحن بثورة الأرز كنا عم نقول له للرئيس فل كيف ما كنا بس كان رئيس أمين الجميل دايما بقصر بعبده ايام امين لحود كان يزور قصر بعبده وكان يحكي عن مقام الرئاسه ممنوع المس فيه يوم اللي قررت ثوره الارز مش مزبوط انه مش مزبوط الرئيس اللي قبله كمان كان منفذ رئيس من عملك يوم اللي كانوا عم يدعوا لا 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 للطلعه لاخلاء القصر كانت الكتائب مع انه لا بدنا نروح هذا مقام الرئاسه ليش عم بقول لك بس مش يعني انت بتولي العهد هلا بتروح بتقبع زلمه من رئيس من قصر الجمهوري شيء وبتولي العهد شيء وحتى الرئيس ميشيل سليمان ما كنتوا بعاد عنه رئيس ميشيل سليمان انت تعرف مثلا رئيس ميشيل سليمان بلشنا بعاد عنه انتهينا قرب منه شو تغير صار في تعديل بخطاب الرئيس بلش بمحل مع المقاومة خلص محل آخر فإذا نحن منا لا مع العهد ولا ضد العهد مع إمين لحود كان عهد الاحتلال السوري وكان رئيس قريب من السوريين كنا ضده مع الياس الهراوي شرحه ترجع بتروح على ساعتها اخر رئيس كان اخر رئيسين اللي قبلهم كانوا كتائبيين كان طبيعي يكون مع العهد انا بحكي من 2005 ومع كمين شمعون يمكن كان مع رئيس كمين شمعون كان في بخصومه بس مش رح ارجع بالتاريخ لورا انا عم بحكي بال 2005 من وقتها من مالك عهد الكتائب الجديد مالك مالك مالك, مالك. عهد الجديد بعد نفس الشيء انا عم بجرب افسر لك اياه نظريه بتقول لما الرئيس يكون محافظ على السياده ومدافع عن حق لبنان نحن معه لما الرئيس يكون بعكس هذا الخط بنكون ضده لانه مع الرئاسه ولا ضد الرئاسه اليوم الرئيس العماد ميشيل عون طمأنكن اشارات مطمئنه اشارات مطمئنه كلمه كبيره صار له اربع ايام رئيس اشارات مطمئنه نعم. ماذا بعد شو ناطرين مزيد من التواصل يعني اليوم خلص اليوم في رئيس جمهوريه مش ناطرين شيء عم نتعاطى معه بالملفات حسب كل ملف بيعمل خطوه ايجابيه رح نزقف
بيعمل خطوة سلبية رح نعارض طبيعي. يعني الحياة السياسية طبيعية، ما انك لا ناطر ولا جاي تاخذ موقف مسبق من الرئيس شو ما عمل تقول شيء عاطل لانه كان خصمك، ولا احنا تعاطى معه عادي، بلد بيمشي عادي، بينطرح بكره ملف الكهرباء بيعملوا إدارة جيدة بنزقف له، بينطرح ملف تاني بيعمل إدارة سيئة من عادي. قبل ملف الكهرباء، حينما نصل إلى انتخابات رئاسة جمهورية، الكتائب تأخذ موقف من الموضوع. نعم. نصل إلى تسمية رئيس حكومة بتسمي. إيه أهين بكتير هذا طبيعي. ليه؟ لكل الأسباب اللي بتعرفها. أول شيء هنرجع نحن الآخر، الانتخاب صار على خلفية العشر سنوات الأخيرة صح؟ إيه؟ كنا خصوم. طيب. بقى حالة رئيس حريري هو العكس. بالعشر سنوات الأخيرة نحن ورئيس الحريري كنا بجنب فرد جبهة بالسياسة. إيه بس رئيس الحريري أنت قلت إنه واصلك واصلك. لا قبل ما تقلي واصلك. يعني أنت شخصيا هلأ قلت إنه حلفائكم بفريق 14 أدار غيروا. صحيح يا جماعة بقول لك واصلك. كنت فهمت عليك من الأول. أوكي. أول شيء إذا بناخذ بالعشر سنين الأخيرة نحن ورئيس الحريري كنا على فرد ثوابت سياسية. يعني نوعاً هي لها علاقة بالسيادة والاستقلال. نوعاً بالشهداء. لا مش نوعا ما بالشهداء، يعني بالمبادئ السياسية الكبيرة كنا سوا. واحد. اثنين، نحن واحد من أسباب تحالفنا مع رئيس الحريري شو؟ انه هو الوجه الافضل بالاعتدال السني بلبنان وبالمنطقه، يعني المنطقه فيها كثير من التطرف، تيار المستقبل ظاهره بلبنان، قد تختلف معه محلات وما يعجبك ادائه او غيره، يمكن بالاقتصاد، يمكن بالامور العلاقه بالاصلاح، يمكن، بس ما فيك تقول انه هذا منه اذا بدك خط اعتدالي بامتياز مجبور انت تحافظ عليه. اثنين. ثلاثه، رئيس الحريري بمحل اذا كمان طبعا نظلم الزلمه رشح كل الناس يلي رشحوا ما زبطت معه. ايه يعني من ايش عملك، يعني اجا بمحل رشح دكتور جعجع يلي هو عمل اول شيء الخطوه الطبيعيه انه رشح حليفه، ما قدر يوصل لمحل، ما رشح رئيس جمال لانه بعض يجي عن ترشيحه بس بيهمني اوضحها لانه كثير اوقات بيقولوا رشح رئيس جمال، لا حكي عن ترشيح الرئيس امين بس نبض اذا بدك بمحل ما مشى الحال طبيعي. اجا اصلا قبل هلا اجا من سنه ونص سنتين حكي بترشيح العماد عون يلي انتفض بوقته وعرقل الدنيا هو دكتور جعجع مش حدا تاني، ما وصل كمان هذا الشيء لأن بوقت الدكتور جعجع اعترض وغيره ما وصل. أوكي. إجا بالآخر وحتى هلأ ما إجا قال لك هذا انتصار لأنه إجا قال خي جربت كل شيء لا حول ولا قوة هذه المرحلة هيك. انتبه أنا مختلف معه بشي. ما بدي أسألك ليه ما مشيتوا معه مازال هالقد كان واضح الزلمة. لا هو كان واضح عم بيجي يقول ما قدرت أعمل غير شيء رح أمشي بالعماد عون، أنا ماني مع هذه الخطوة، أنا بقيت ما بدي أمشي بالعماد عون. بس يعني بالآخر أفضل شخصية اليوم تتولى رئاسة الحكومة بلبنان هي رئيس سعد الحريري، يعني لا في بديل احسن ولا ما في يعني، ولا اصلا انا عندي خصوم استراتيجيه معه، خلافي معه انه قبل بالعماد عون. اوكي بس اليوم مين افضل شخص يعني حيشكل حكومه بلبنان؟ ومين اكبر ممثل للسنه بلبنان؟ مين رمز الاعتدال اليوم السني في لبنان؟ رئيس سعد الحريري. شو مين بدي اسميه طبيعي. بس اليوم ما قدر انا اكون بان بسير معه بترشيح الجنرال. لا مش اول مره، باكثر من مرحله اذا بدك رئيس الحريري جاء بيقنعنا بامور ما قدرنا نتفق عليها. اليوم يعني ممكن الوزاري بمحلات حاول ما مش الحال، بسينسين حاول معنا ما مش لا عم بحكي اليوم انا بهي المرحله في ممكن محلات ما قدرنا. هل من الممكن دائما التميز الكثير، هل من الممكن ان تعيد الحكومه جمع ما فرقته السنوات السابقه؟ ممكن تشوفوا انتم الرئيس الحريري والجنرال العون على طاولة واحدة. إيه ممكن أكيد أكيد. اليوم أول شيء عم ينحكى بحكومة واحدة، يعني إذا بدك 8 حكومة وفاق وطني. خلينا نقول 95% من الأفرقاء عم يتمنوا حكومة واحدة وطنية. صحيح. إذا ذهبنا نحو حكومة واحدة وطنية بعتقد الكتائب جزء من المكون الوطني. طبيعي تندعى الكتائب وهذا اللي صار مبارح، يعني مبارح رئيس حريري طلب منا نكون إلى جانبه بالحكومة. دخلك ليه ما قالوا على الكاميرا الشيخ سامي؟ شو؟ انه رئيس الحريري قال من حضرته انا امبارح قال انه رئيس الحريري طلب منه يكون جانبه بالحكومه وقال حكى عن حتى عن الرئيس انه كل الامور الشيكات عم بتكون ايجابيه وقال سوف نبادل الايجابيه بالايجابيه. شو بدك يقول اكثر؟ لا قصدي انه حكي تصريحه على الكاميرا رجع قال من بعد ما فعل انه هو بظاهر انه الرئيس الحريري عرض عليه. لا مش سر اصلا رئيس الحريري عرض على الكتائب وعم يعرض على غيره، يعني عم يجي يقول يعرض على الكل. الرئيس الحريري بده حكومه وفاق وطني، عم يجي يقول انا بدي اعمل حكومه وفاق وطني، والرئيس الجمهوريه عم يجي يقول انا بدي اجرب يكون الكل اذا بدك عم يحكم مع الكل ونبدا صفحه جديده وعهد ايجابي. اذا كان هيك الجو، لان اليوم هي بدايه مشاورات، اذا بختام المشاورات كان الجو ايجابي والكل بده يكون مع الكل والكل مستعد يناقش ونحط كل الهواجس على الطاوله منشارك، اذا شفنا انه لا صار في عرقلة بمحل معين وفي جو تشنجي وفي جو اقصائي وفي جو بزايق ما منشارك. يعني لنا ليك ما عنا موقف مبدئي ضد المشاركه، ما اصلا كنا بقبل الحكومه، هلا كنا بحكومه وحده وطنيه وبالقبله كنا بحكومه وطنيه وبالقبله كنا، يعني ما عنا موقف مبدئي ضد المشاركه ولا قلت لي شو بدك كتيب من شو بدك حقيبه
تفصيل يعني اخر شغله حكينا فيها ما حكينا فيها اصلا، مش هذا المهم. يعني بالاخر اذا معك هالوزاره او هالوزاره، يعني اليوم يا في عم تفتح صفحه جديده وبدك تشتغل للبلد، لانه بكل وزاره ايه. بس اليوم اذا ضل هيدا الجو التوافقي والوفاقي اذا بدك، وصلنا على محل اعطيت الكتائب وزاره الدوله، منشوف اذا اعتبرنا بوقتها انه ما انه شيء مفيد للكتائب ما بنقدر نعمل انجازات ما بناخده، ما انا قلت لي حالنا نفوت بالحكومه عم اقول لك بشكل واضح. واذا شفنا انه اخذنا يعني انطرح علينا وزاره قادرين نعمل فيها انجازات ناخذها منشوف، ما في بروبلم. يعني كتير تفصيل موضوع الدخول على الحكومه او عدد الدخول على الحكومه، مهم يمشي البلد هلا، مهم الناس تكون مرتاحه، مهم تمشي الامور، مهم واكيد مهم والاهم بالنسبه لي نكفي النقاش السياسي على الامور المصيريه. يبدو انه بلش النقاش عم بتناقش، قلت حضرتكم انه قبل الانتخاب كنتوا بنقاش ومستمر الموضوع، صحيح. لم تقفل الابواب كان مع الرئيس العماد ميشيل عون ام حتى مع الرئيس سعد الحريري. في امور يعني انا ما عندي ابدا نيه سخفه، انا استغربت يمكن منه ما قصدها بهالمعنى ما بعرف، بس الا اذا قصدها بهالمعنى يعني بحلقه دكتور جعجع بيجي بيقول لك محل انه يا اخي مش كل الوقت بدنا نحكي مبادئ وثوابت وبدنا نحكي بدي اسال عن هالموضوع. اترك لي حديث دكتور جعجع لانه بدي اسال عن لطشاته كانت اللي هي لإلكون جاي عقياسكون، وعن ما نقل عن الرئيس بريليا وبدي اسأل عن هذا الموضوع. بس خليني كمل بالنقاش اللي كنا ماشيين فيه اللي هو موضوع هذا الوفاق، هذا جو الوفاقي. انه اليوم عم تقول حضرتك انه بلش النقاش مع فريق رئيس الجمهورية ورح يستمر لانه ما في شيء بيستدعي انه يوقف، لانه ما وقف، لم يغلق الباب. صحيح. ونفس الشيء مع رئيس الحكومة، انتوا على اتصال. فاذا يعني قد نرى الكتائب في هذه الموجة رايحة مع شبه الاجماع اللي مبدئيا صاير حاليا. ايه بس كمان تنتبه على شغلي، لانه وقت واحد بينقال انه في موجه وماشي يعني انت حكما كانك موافق على كل شيء. لا لا انا يعني بقول لا لا بعد النقاش رح تمشوا معه، انا عم بحكي عن النقاش انا، بس قصدي بس بيهمني لانه اوضح الموضوع بس موجه اجماع. انا فاهمين انت شو قصدك، بس انا بيهمني كمان الناس تفهم تنحسب بقيه الايجابيه، تنحسب طرح علينا الدخول على الحكومه، تنحسب المكتب السياسي وافق ندخل على الحكومه يعني ما نادك يعني احنا اوكي، وتنحسب فتنا على الحكومه، مش معناتها رح نوالي رح نوالي ونعارض حسب الملفات. بالامور السياديه اذا منا مقتنعين رح نعارض بشده، بامور حتى يمكن اقتصاديه منا موافقين يعني نعارض بشده، بالامور الايجابيه رح نوافق بشده ونشارك بصناعه النجاحات. يعني بس ما يكون القصه انه انت يا مع يا ضد. لا انا قلت تمشي بالاجماع انا فاهم عليك حاليا عليك. انا ما حكيت بعد لقدام، لقدام بدي احكي بعد بالحكومه، ما نحكي لحالنا ما بدي لا لا بس مع الناس احنا ناس بعد ايه بدي احكي بعد بالحكومه شو الملفات اللي انتم ممكن تفتحوها داخل هذه الحكومه اذا فتوا، لانه اليوم حزب الكتائب كان محضر ملفات بالفتره السابقه، فتره الفراغ كان في كثير ملفات عم بحضرها. ايه بدي اسال هاي الملفات شو بدكم تعملوا فيها في ظل هذه يعني هذه الموجه من التفاؤل فيها. بس لانهي ملف الرئاسه ورئاسه الحكومه، الكتائب لم تبحث بعد في الحقيبة اللي هي ممكن يكون بدها اياها، بدها تشوف شو بده يعرض عليها. صحيح. شو بدها من البيان الوزاري الكتائب؟ بدها بيان وزاري بيوحي اذا بدك بايجابية، يعني منه كتير بعيد عن خطاب القسم مع التوضيحات اللي هل قد كان مريح خطاب القسم لإلكم؟ ماليش عم بقول لك بكتير من الفقرات نعم. يعني مثلا في شيء له علاقة بتقوية الجيش وسريع الجيش ممتاز. صحيح. بمحارب. في شيء له علاقة بمحاربة الفساد ممتاز اذا الاستباقي يعني امني مش يعني بسوريا. في شيء كتير له علاقة اذا بدك بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة. صحيح. في بعد ابعد يعني بنجرب ندفش نحن بكل هذه الاتجاهات يلي عم نحكي عنه. وانا على فكره الشغله هيك بس بركي شوي حتستغربها، بس انه اوقات بيكون في قصص ببيان وزاري ما بتعجبك او بخطاب القسم ما بتعجبك، بتتحفظ عليها، بتعمل معركه عليها، بس بالاخر تنقول الحقيقه كمان، المهم هو الافعال مش الكلام. لان بالاخر فيك تتخيل انت 3 اشهر اذا بتحط جيش وشعب مقاومه او ما بتحطوا، اصلا كانوا عم يجربوا يحطوا وكل ما قال احنا نتحفظ فعليا حطوا او ما حطوا، بدك تخوض معركة يومية لإقناع حزب الله للخروج من سوريا، لأن حساب يا أخي شلناها للسوريسية، وقعد حزب الله بسوريا وفوتك بكل الصراعات وكسر الدنيا، شو بتكون عملت؟ من الآخر حاجة لأنه خي مشكلتك هذه العبارة عبارة جيش شعب مقاومة. اليوم إذا أجت بالبيان الوزاري ضمن صيغة يعني ما اتفق عليه في حكومة الرئيس تمام سلام، ما أنت وافقت ما هيك عبال لك أنه قصدي يعني الطبقة السياسية صار لها 20 سنة ما فيها تكون معركة بهذه الفترة، الطبقة السياسية صار لها 20 سنة بيعملوا معارك بيعملوها بس للناس، يعني بيعملوها عم فكروا أنه مثلا على التلفزيون شو رح يقول، ما حدا فرقاني معه فعليا إذا حتشيل أنت سلاح حزب الله أو زي حارب بسوريا. إيه يعني هذه يمكن هذه من ضمن المعارك الوهمية اللي حكي عنها الدكتور جعجع.
يمكن انه في ناس بتخوض معارك وهميه يعني بالعبارات صح بالحكي صح بالمواقف. انا موافق دكتور جعجع وعكس يعني هو بكتير محلات بركة جزء من هذا الشيء لما نحسن نحكي عن شعار عدم دخوله للمعارك للحكومه السابقه يعني بالحكومه السابقه طلع دكتور جعجع قال بشكل واضح انه القوات اللبنانيه لن تشارك في اي حكومه مع حزب الله طالما حزب الله عم بحارب بسوريا. جينا نحن حزب الكتائب قلنا خيي لا لازم نشارك لو نحن مختلفين مع الجماعه مش منترك لهم الحكومه منفوت على الحكومه ومنشارعهم جوا. وتقوص علينا بوقتها انه كيف منشارك بحكومه مع حزب الله هن وبسوريا طبعا تقيل انه حزب الله بس حزب الله بسوريا اليوم ايه طيب القوات رح تشارك بالحكومه ايه ليه لانه بدها ثلاث حقايب شو بدكم انتم ما بدنا شيء نحن بدنا تكون القوات يطلعوا برا بالعكس انا من مرت الماضي كنت عبول القوات فوتوا خيل القوات مكون اساسي وطنيا ماذا تغير ومسيحيا ماذا تغير ما فيك تجي تقول بدي اترك لهم الحكومه لحزب الله ماذا تغير برايك بموقف القوات اللبنانيه ما بعرف ما بعرف قبل ما افوت على موقف القوات بدي ادخل الى هذا المحور هل دخلتم الى الحكومه ام سارعتم الى السير في ركب الوفاق اللي صاير بناء لقرار داخلي ام بناء لما نقل عن لسان الرئيس بري من تحذيرات للرئيس الحريري جعجع يريد اقصاء الكتائب والمرضى لا هيدي قريناها اليوم ما بعرف اصلا مدى جديتها او ما بعرف ايه بس انتم امبارح ما كان عندكم موقف واضح بالدخول للحكومه امبارح شفتوا رئيس الحكومه وقلتوا انه عرض علينا وعم نبحث بعدنا محلنا مع بعد ما عندي لا موقف هذا ولا هيك ولا هيك ما كنت عبلك حسب نشوف شو عرض علينا هلا تنرجع الموقف دكتور جعجع اول شيء ما بدي اعلق على هذا الشيء لان هذا طالع بجريده ويعني نحن مروعين من كذا نوع جريده بخبروك كل يوم خبريه ما بدك تعلق على بس انا هاخذ بلكي شوي اللي قاله دكتور جعجع بحلقته لأنه هوني كان عم بيقوله هو من الواضح أنه دكتور جعجع ما عنده رغبة الأفريقائي اللي عارضوا انتخاب الرئيس أصلا قاله مش عم بحلل أنا يعني إن كان الكتائب أو المرضى أو يمكن الرئيس بقى ما عنده رغبة يدخل للحكومة تنكون واقعين يعني هيك قال دكتور جعجع أنا ما كتير موافق مع دكتور جعجع وافتكر بهالفترة الكتائب والقوات عم بيقروا بكتابين مختلفين أو على صفحتين مختلفين هالفترة بس؟ بلاقي اكيد بفترات كتيرة كنا عم نقرا بنفس الصفحه اليوم عم نقرا بصفحه مختلفه تنعمل بس اكزرسيس للدكتور جعجع وللمواطنين طيب رئيس بري ما انتخب العماد عون حزب الله ما بيشارك بالحكومه مثل ما قال سيد حسن امبارح اذا ما رح يعمل حكومه دكتور جعجع بلا شيعة وين بتحكم هذه الحكومه بتحكم بالقصر تبع الحكومه بتحكم وين بمعراب وبعدين شو وين بتحكم بعدين يعني؟ شو بتعمل تاخذ قرارات وين بتطبقها وين ما في مهرب من المشاركه الشيعيه في هذه الحكومه من على الاقل من اكبر مكونين من هيك كمان بمحلات عم تجي تكبر حجر على شيء انت عارف انه ما في منه نتيجه بعدين انا او كحزب الكتائب يعني بقول لك انا عم بحكي باسم الحزب اللي بحكي فيه نحن من الاساس عم نقول انه ما في يبقى البلد على حكومات وحده وطنيه كتير اوقات بتتعارض مع بعضها انما هذا شو بيتطلب ما بيتطلب تصريحات على التلفزيون هذا بيطلب تعديلات بالنظام لأنه يعني اليوم نظامنا الحالي من بعض الطائف شو بيقول إذا بتفكر فيها كيف معمول اليوم الحكومات الحكومة هي مصغرة عن مجلس نيابي عن مجلس نيابي يعني وعن طبقة سياسية عن طبق يعني عم بيشو عم بيجي يصير في عم بيرجوا يربحوا الكتل النيابية أمل حزب الله الاشتراك الكتائب عم بوزعوا بين بعض الحصص عم بيشاركوا بالحكومة لأنه أصلا هيك ماشي هذا ماشي هيك النظام اليوم ما فيك تعمل غير شيء لأنه أصلا الصراع طائفي كان بالبلد يعني اليوم حكومة 8 أدار كانت ليه ما بتقلع يعني ما فيها سنة حكومة 14 أدار ليه ما بتقلع لأن ما فيها شيعة طالما النظام هيك الحكومات عم بتكون هيك شو مطلوب من دكتور جعجع إذا يعني يمارس يلي صار له 20-30 سنة عم يمارسه ما أصلا دكتور جعجع ما شارك بكل الحكومات كانت حكومات وحدة وطنية هلأ يمكن بمحل دكتور جعجع اعتبر أنه هو سلف عايد هذا العهد كتير أنه عمل اندفاعة كبيرة أنه اليوم يعتبر حاله بي الصابي مظبوط يعني ويعني بمحل عم يجي يقول لك دكتور جعجع انا اللي عملت هذا العهد انا اللي شلت بالاخر عمل تغيير كبير بموقفه السياسي دكتور جعجع كان ماشي هيك راح هيك بيعتبر انه سلف كثير وبيعتبر يمكن انه هلا الوقت هالاستثمار يلي عمله يقطفه يعني ياخذ اكبر عدد ممكن ياخذ ممكن بفهم دكتور جعجع منه عم بقول شيء غريب بس الباقيين ما لهم بهذا الجو يعني رئيس جمهورية منه بهذا الجو رئيس الحكومة منه بهذا الجو الرئيس بري منه بهذا الجو له حق دكتور جعجع يكون عنده وجهة نظر احترمه بس يلي عم بشكل الحكومة ورئيس حريري بس بي العهد هو العماد عون هذه مطالب دكتور جعجع ورؤيته
حرفية هو، بس ما يعني أنا ماني شايفها واصلة. إذا عطول حتى مثلا إجا نحكي على وزارة المالية ايه؟ أنا بقول لك شغلي، أنا بتوقع من ماني عم يعني بالتحليل السياسي، أنا ماني شايف وزارة المالية خارج الثنائية الشيعية مش بهالحكومة، بالعشر حكومات جايين. على كل حال الحديث تتم، لأنه يقول الرئيس الحريري أنه أربع كتل طالبت بوزارة المال، بتعرف شو قصة؟ بلا ما أعرف منين جوابي لك من هلا رح تروح على الحصة الشيعية. للحديث تتم عن موضوع الحصص وموقف القوات اللبنانية الأخير، وأيضا موقف الكتائب من موضوع الحكومة بعد الفاصل الإعلاني. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. عودي لكم مشاهدينا، ولي نهاركم سعيد لليوم السبت 25/2/2016. استاذ سيرج، كنا عم نحكي بالفصل الاعلاني بقصه تشكيل الحكومه والمطالب، قلت حضرتك انه الكتائب اللبنانيه لم تبحث بعد بموضوع ماذا تريد او ماذا سيعرض عليها، وقت اللي بيعرض عليها بتقرر. ما عندها مشكل بشو ما عرض عليها الكتائب، يعني بدها تبحث بالموضوع وبعدين بتاخذ قرار، مش انه راحت لتسميه الرئيس سعد الحريري وقررت تفكر اذا هي منفتحه على أي طرح جديد، أما أنها تبحث بشكل موضعي الأمور؟ لا لا، بالآخر بكل الأحوال حتى لو ما رح تشارك بالحكومة، هي مع أنه رئيس سعد الحريري يعمل رئيس حكومة. يعني لكون أوضح، لكون أوضح، البحث بموضوع قبول المشاركة في الحكومة أو البحث بموضوع الحقيبة، ليس عودة عن خطأ رأته الكتائب أو خسارة منيت بها بعد خروجها من تقريبا توافق وطني. لا برجع بقول لك، نحن ما حاسين احنا ابدا خسرانين شيء. برجع بقول لك خطنا السياسي الكبير خسر، نحن عم نجي نقول خط 14 اذار 8 اذار اللي كان ماشي 14 اذار خسرت فيه، خلص حط هذا الشيء على جنب، وصل الرئيس يوم 8 اذار انتهينا. بغض النظر اذا فت على الحكومه او ما فت، هذا ما بيغير شيء، مش اذا فت على الحكومه بتكون انتصرت. هذا هاي الجوله خسرناها كخط 14 اذار، يلي حابب يعترف بالخساره او يلي عم يصورها انتصار، الاثنين خسروا. إذا في عقيبة هلأ من هون ورايح موضوع مشاركة بالحكومة ما قالوا عليه، أما هاي مرحلة جديدة، بتشارك بالحكومة ما بتشارك، حسب الرئيس المكلف والحكومة والرئيس كيف شايفين هالحكومة، شو جوا، شو مشروعها، كيف هن شايفين الكتائب فيها، بتقيم بتقرر إذا بتشارك أو بتشارك. وحقيبة الكتائب إذا ما أخذتها رح تروح لحدا تاني، صحتين على قلبه، مش أول مرة يعني. ليك بتاريخ حزب الكتائب كتار. لحظة شو قصة مش أول مرة؟ مش يعني كمان في مين عم بيقول انه حصة القوات بالحكومة السابقة لانه ما اخذتها الكتائب وطلع على ثلاث وزارات. مزبوط. شو في مين عم بيقول؟ انا استاذ مالك، نحن الناس بتستنظر دايما لغة خشبية، ايه مرة الماضي القوات ما شاركت، ايه الكتائب اخذت حصتها. شو هالمرة اذا الكتائب ما شاركت القوات رح تاخذ حصتها؟ صحتين عالبه. شو البروبلم؟ ما في بروبلم، ما شاركت الكتائب بياخدها الدكتور جعجع، بياخدها غيره، صحتين عالبه اللي بياخدها. شو مصيبة يعني؟ ما أنا مصيبة الحياة السياسية، ما أنا كلها كراسي. فإذا ألا مصلحة القوات اللبنانية إنه الكتائب ما تشارك؟ أكيد، ما دكتور جعجع عم بيقول لك، شو بدك مني إلي؟ شو عم بيقول؟ عم بيقول إنه أنا ضد مشاركة الكتائب بالحكومة. شو السر؟ زلمة طلع بحلقة على التلفزيون قال شيء، شو أنا وياك بدنا نحلل؟ لا مش قصة نحلل، لا يعني مش عم لك، لا مش قصة نحلل. تاريخيا مش أول مرة حدا بيهجأ بيحط إيده على حزب الكتائب، مش أول هالمرة مرة مش محصورة بالكتائب، هالمرة أنتوا والمرضى في خط. إيه لا بس قصدي خلينا يعني قبل ما نوصل على مش أول مرة حدا بيهجأ بيحط إيده على حزب الكتائب، مش أول مرة حدا بيهجأ بيلغي الكتائب، مش أول مرة حدا معركة إلغى معتبرينها تاريخيا صارت اكثر من مقا، كان في ناس جاجبه تلغي الكتائب، في مقات ناس جاجبه تعزل الكتائب، في بالتاريخ قطع علينا كثير. يلي بيطمني انا بس انه كل هالافريقاء اللي عم نحكي عنهم اليوم مش موجودين والكتائب موجوده، يعني ما بنعتل هم هيك قصص. نحن ايه الا الناس حق جاجب، مش عم بحكي عن دكتور جعجع يعني، بالتاريخ مش دكتور جعجع اللي حكي بعزل الكتائب ولا جاب الغى الكتائب، عم نحكي دوم عم نحكي بالمطلق. كل الناس اللي جربت تلغي الكتائب كانوا حركة وطنية أو احتلال سوري موجود بلبنان أو غيره أو غيره، كلهم مش موجودين بقى، بس نحن موجودين، ما في بلبنان، كل واحد له حق يعني بده إياه. هذه الحياة السياسية وحياة الديمقراطية. كيف اليوم العلاقة مع القوات اللبنانية؟ حسب الملفات، ما في يعني ما في شيء ضد القوات، ما في شيء مع القوات. طرحنا نحن والقوات، يعني مثلا تجي بتسألني بموضوع سلاح حزب الله،
متفق مع القوة. شو بدي من هالملفات أوكي. البعيدة أنا ملفات اقتصادية اليوم نحن بين إيدينا في ملف بالموضوع. في ملف تشكيل حكومة في ملف علاقة بملف تشكيل الحكومة مختلفين نحن والقوة يعني القوة شايفين أن الكتائب ما لازم تكون بالحكومة الكتائب شايف أنه ننطر منشوف حسب الحكومة ما ليش عبالك ما في شيء اسمه الموقف مع القوة في شيء اسمه بالملف بالقطعة على القطعة بتشتغل الموضوع طيب على القطعة كيف العلاقة مع المرضى بالاحترام والعلاقة هيك ممتاز هيدا كلام فضفاض لا ايه لا ما لا ليش ما عم بتشتغل سياسة ايه ما نعملك قصدي اسألني قصص ملفات معين عم تشتغل يعني سياسة مثلا اليوم بالسياسة يعني مثلا رئيس تيار ماذا كان مرشح انتخبناه قلنا نحن مع انتخاب قلنا لا بتجي بتقلي مثلا بالرئاسة ما كنا متفقين بأشياء كتير يمكن تاني يمكن نكون متفقين يعني بكرة مثلا نجي نحكي إصلاح تتفق معهم جماعة كل ما بيحطوا وزير بالحكومة بيعمل باركور ممتاز خد اليوم مثلا آخر وزير روني عريجي شو بدك أحسن وأرتب من هيك وزير خد حتى قبل وزير يوسف سعادة شو بدك أحسن وأرتب من هيك وزير يعني ما في بالمطلق بالعلاقة مع سوريا والمقاومة نحن ضد أصلا نحن ما لقينا طبيعي يمكن بارح سيد حسن ضو عليه اوكي نحن ما لقينا طبيعي انه الوزير الفرنجي مثلا يترشح وما ينزل على الجلسه هذا كان موقف منه منسجم مع حاله اليوم. ونحن بلغناهم هذا الشيء رسميا انه يا جماعه لما انتم بغض النظر عنه نحن مش رح ننتخبكم بس ما فيكم تكونوا مرشحين وما تنزلوا على الجلسه اليوم اذا في مصارحه في حكي ليك تعرف شغله ملفته مع المرضى حتى وقت تختلف معهم نقاش دائما ايجابي منطقي احترام إذا يعني إذا ما في منحى الغاء اذا ما بقيت الكتائب لمين مين 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 بتختلفوا معه بحاول يلغيكم لا في كثير افريقيا بالسياسه بجرب وقت بتختلف معه بصيروا انه بتصير القصه عرفت شو انه قاتل ومقتول لا ما انا هيك قوات لبنانيه بس لا 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 ما اختلفنا بعد نستجد يعني بمراحل كثيره نحن والقوات اللبنانيه تنوصل على هالمراحل لو حتى حسب الله انتوا على علاقه وتواصل معه والنائب سامي الجميل ما سكر ولا مره باب النقاش مع الحزب ولا اتصال معه اصلا شو يعني تسكر لا لا عم بحكي يعني لا لا بس هي الحاله اللي عم تحكي عنها في ناس هي الحاله اللي عم تحكي عنها بعد يمكن بالعهد الجديد للكتائب انا مش شايفها ولا مره شو؟ انه حدا يحاول انه يلغيكم بالمره ليه دائما خايفين من الالغاء منظرنا خايفين شفنا خايفين بضلكم تحكوا انه ما حدا بيقدر يلغينا ما حدا بيقدر يلغينا ما حدا بيقدر مين عم يفكر يلغيكم انت قريت لي جمله بتقول انه الرئيس دكتور جعجع قال للرئيس بري انه يريد اقصاء تمام اوكي اقصاء اوكي ما حدا بيقدر يقصينا اذا القصه بالمعجم العربي كلمه الغى كبيره انا مش شايف حدا مش شايف حدا يعني مبدئيا وانا مش شايف حدا مش شايف حدا عم بحاول يلغيكم علاقتكم مع الكل على الصعيد الشخصي جيده بالسياسه بتناقشوا ممتاز ان شاء الله نضل ضيعتني وين كنا العلاقة مع المرضى كنت بدي أقول إذا ما بقي الكتائب والمرضى خارج التشكيلة الحكومية ممكن يكون بداية عهد من اتفاق بين الفريقين كل شيء بوقته حسب عشو يمكن إذا عنا رؤية مشتركة إيه إذا ما قدرنا نتفق على رؤية مشتركة لا هيدي الرؤية أنتوا بتروحوا لعندهم فيها ولا هن بيجوا لعندكم ما بدك أنت تتعامل حدا مع شيء مشترك بدك لا تروح لعنده ولا يجي عندك بكتلتقى بالنص أرضية بالنص في أرضية لها في أرضية لهلا لحديث هلا لا يمكن يصير فيه ما بنشوف هلا ما في شيء اصلا لو وصلنا على شيء بالنص كنا ايدنا ترشيح الوزير الفرنجي يعني برجع بقول لك نحن قعدنا ونقاشنا على ورقه بند بند ولو وصلنا على شيء مشترك كان معقول ننتخب وزير فرنجي ما وصلنا مع التيار ما وصلنا شو بنعمل مش لان ما جربنا ما وصلنا بجلسه الانتخاب كمان اخذ على النائب سامي الجميل انه قصه ال 128 ظرف على 100% بيني وبينك انا بعد هلا عم فكر مش معقول اللي عمله النائب سامي الجميل انا كان عندي اعتراض كبير عليه انه قليله 127 نائب و128 ورقه طيب تعترض ممكن يكون في ظرفين ملزقين ببعض يعني لا لا بس لا لا بس اول شيء تنحكي هيك بس بالدستور ايه بالدستور ضحكتني الموقف مضحك يعني بمحل حسيت حالي بسوق الخضره واقفين هيك 10 12 واحد مجمعين بحطوا مغلفات بيقول له في 128 مغلف يلا مشيها بيتهيأ لك انه هلا جاي واحد معه كيس بطاطا وانه قال له 3 كيلو او 3 كيلو اذا في مغلف فاضي وبركي في اسم شو بتعمل؟ طيب ما نطر لنبحث موضوع ما نطر نحن وين انت على التلفزيون في سفرة دول قامل ايام اصلا نتيجة الانتخاب كل الناس كانت عارفتها في حدا مش عارف انه حينتخب العميد عون هي الجلسة كانت كلها بالشكل وبالديمقراطية وبالدستور معقول 127 نائب 128 ورقة مش ورقة ظرف طيب يمكن في ورقة ويمكن لا بتعرض انتخابات لطعن مش مش قصة تعرضها لطعن ما وصلت لمحل تعرضها لطعن اكيد لا لا تخيل لكن نعمل انتخابات يطلع النتيجة نقول بس والله هيدي بركة بتعمل طعن هات لنعيد وين عم نلعب بيت بيوت نحن في مينيموم جدية واحترام
للناس بهالبلد. انا بفهم انتبه اجينا كثير انتقادات من جمهور التيار الوطني النهضه بفهمها لانه يمكن قاعدين على اعصابهم رئيسهم مرشح بالنسبه لانه هذا التفصيل بفهمه وما كانت مقصوده بوجهكم بفهم زعلكم وكثير منهم تواصلوا معي بس قطعت هلا خلينا نكون واعيين في حد ادنى من الجديه لازم يكون بالسياسه بهالبلد خيي في شيء اسمه احترام في نايب بيفوت على جلسه يعني النواب يلي حطوا القصص التافهه اللي انحطت سبقت علي بدي اقول لك اسم ميريام كلينك شو مثلا يعني وهون لحظه على فكره بس نتفق على شغله المشكله مش عن ميريام كلينك طلعت الناس طلع في ناس طلعت حكيت قصص عاطله عن ميريام كلينك خيي شو بدكم ميريام كلينك انه عيب نحن مش عم نمزح انه في ناس حكيت خيي في نواب تصرفوا بطريقه ولاديه ومش مقبوله اوكي فعجنا بس ما في كمان شارع الزلمه اللي عم يطرح شيء محترم وجدي رح اروح معك ابعد موضوع الستاره في بعض قالوا يا خي بركي مزبوط لين طرح هلا بدك اقول لك مزبوط لين طرح هلا لين طرح رح اقول لك اليوم في ناس من النواب خلينا نسمي الامور مثل ما هي اليوم في كتلتين او ثلاثه كان في نواب فيها ما عبالهم ينتخبوا العماد عون عبالهم يحطوا ورقه بيضاء وكان في ضغط عليهم لينتخبوا العماد عون طيب لما انت قاعد هون وقاعد حدك نايب ثاني وقاعد حدك نايب ثالث من كتلتك وقاعدين عم يتفرجوا عليك شو عم تكتب هذا بشكل ضغط او لا عليك شو بدك تنتخب يمكن انت على بالك تحط ورقه بيضاء ورئيس كتلتك بده اياك تنتخب مين مكان العماد عون هلا اذا بدي اروح على هيدي النقطه من نائب سامي الجميل هو شخصيا اللي كان تقدم بموضوع التصويت الالكتروني صحيح ليه ما اثاره مثلا ليه فكر بالبرديه لا لانه الموضوع الالكتروني شيء ما فيك تنتخب رئيس الكترونيا لانه الانتخاب الالكتروني منه سري يعني بيقولوا مثلا مين مع شيء بيضو مين مع عليك شيء بيضو هذا ما انتخاب سري هذا بس للعد نحن بس قصه العازل لها علاقه ما لها علاقه بالسرعه اصلا الانتخاب الرئيس سري يعني اصلا ما لازم يضوي ما لازم يكون الكترونيا لانه والله ساعتها بتعرف كل واحد لمين صوت ما لازم يكون لازم يكون على الستاره ليش نطلب من المواطنين يروحوا ورا العازل برجع اعطيك مثل اذا انا نايب تيار مستقبل متمنى علي رئيس كتلتي انتخب العماد عون وانا ما بدي انتخب العماد عون واللي قاعد حد من كتله المستقبل كيف بمارس انا حق اللي حقي خلينا نصارح الناس نقول القصص شو هي منا عم نلعب نحن من هيك انطرح قصة العازل لأنه في ناس ما عبالك كانت تنتخب مثل رؤساء الكتل تبعها وإيه مش طبيعي يكون في 128 مغلف ومش طبيعي نقول له إيه مشيها لأنه منا بسوق الخضرة مع احترامي كمان للخضرجية بس هاي شي وهاي شي في جدية يعني في مينيموم جدية مطلوب إنه خلص ما كنا عارفين رح يطلع يلا مشيها خي كيف ما هيدي العقلية من 30 سنة لليوم اللي وصلت البلد لهون ما هيدا عم يسرق ما كلهم عم يسرقوا ما هيدا قطع شغل حمرة ما كلهم عم يعملوا 128 ظرف يلا مشيها كرخانة كرخانة شو قدرتوا غيرتوا فيها لهالكرخانة ايه صار لكم بالسلطة قدرنا نحسنها 10% طلعنا قوانين حسنت 10% ايه اكيد اعطيك امثلة تانية مثلا كان قبل حقوق المرأة يلا مشيها طب صرنا مطلعين احنا 7-8 قوانين عليها قبل حقوق المرأة وشفنا امبارح فاطمة حمزة شو صار فيها طيب عان هيدي معركة ايه بس اليوم صار فيك وقتها واحد يعني منه كتير بشري تما اقول غير شيء يمارس شيء على مرأة منه طبيعي صار فيك بلا يتحاكمه مش بيطلع لك نص قانوني بيقول لك القانون بيحميني ولا انا لي حق فعل كفين لمرتي لا صار يتحاكم اليوم عم نقدر نحسن باشياء عم تقدروا تحسن اكيد عم نقدر نحسن طلع مجلس النواب قانون منع اطلاق رصاص هلا رحنا على محل بعيد بس انا بدي ناقش بهالفكره ايه؟ لانه دائما بتقولوا انه حسنتوا لا دائما بنقول انه عم نجرب نحسن طلع مجلس النواب قانون طريق 100 فشخه ايه؟ صرنا ماشيين 3 فشخه طلع مجلس النواب قانون لاطلاق الرصاص ثاني ايه؟ نهار نصاب وحده برصاصه طائش طبيعي شو بنلغي القانون او بنطبق مش بنلغي القانون ما عم يتطبق قانون طبعا بدنا نحن نضغط يتطبق القانون عم تحكوا لك مالك شو بنعمل نحن ساعات شو بنعمل شو في نحن بالاخر مالنا نحن بنظام ديمقراطي بيطلع لك نائب النائب شغلته يشرع اول شيء يخلق لك القانون بعدين القوى القانونيه لازم تطبق القانون وقت القوى القانونيه ما تطبق القانون بتلاحقها بتعمل وهون على فكره عندي مسؤوليه سياسي قدك لانه النائب سامي جميل فيه طالب وانت بالال بي سي فيك طالب وتضوي طبعا عمول شغلك بعمل شغل عم نعمل شغل ما انا فهمانها شيء هيك عم بقلك إيه؟ بس انت عم تعمل شغلك وبعضهم عم بقوصوا إيه؟ وانا عم بعمل شغلي وبعضهم عم بقوصوا فاذا انا وياك علينا نضل نجرب انا علي شرع انت عليك تغطي وبدنا نكفي ما فينا بعد ما زبط نقول تعب شو ما زبط كل شيء هات لنسكر يلا هوب سكر مش هات لنسكر طيب بس بتكون تعملوا شيء عم نعمل شيء نايب شو بيعمل بشرع اعلامي شو بيعمل بغطي أوكي. البوليسي شو بيعمل بيوقف انا ماني البوليسي بكره بس حط لك شرطه بس انا بنزل هلا ماني شو صار تشريع باخر فتره والله نحن من كل القوانين اللي تقدمت على مجلس النواب بثلاث سنين الاخيره 33% يا 36% من مشاريع القوانين اللي تقدمت نحن مقدمينها ونحن وقفنا نشرع في لسته طويله وقتها بدك تطلع لك اياها
بنوقفنا نشرع من وقتها ما عاد في رئيس، لانه اصبح اي تشريع انه الجلسه مش نحن جلسه معتبرين انتخاب رئيس. لا هي صار فيها خلاف. لا ما فيها خلاف، ممنوع يصير فيها خلاف. انا مش معتبر شيء. دستور اللبناني بيقول في غياب رئيس الجمهوريه المجلس يصبح هو هيئه ناخبه، ما له حق، ما بيقول بس هيئه ناخبه، ما قالوا حق يعمل اي شيء اخر ولا يناقش اي خبرة شيء اخر. في خبراء دستوريين. لا مش خبراء دستوريين، هو بده كان جي برايه. لا مش برايه، برايه شايف دستور. هيك هذا الدستور، هذا الدستور، هذا الدستور بيدرسوه خبراء مش انتوا بس. ما مش انتوا بس، نحن خبراء. بعدين في قصص عندكم خبراء، عم لك مش انتوا بس. في قصص فيها تأويل، في قصص ما فيها. وقت الماده بتقول لك بيصير تشريعي، في خبراء دستوريين استفسار، في خبراء دستوريين. لا هو خبراء دستوريين طائفيين سياسيين. يعني انت اصلا حضار تلفزيون، ما انتوا عم تلغوا الاخر هلا بهذا الحديث. ما عم بلغي الاخر، ما انت عم تقول يا بده يمشي مثل ما انا بدي يا ما بيفهم. لا يا بده يطبق الدستور يا ما بيفهم، لانه هن شو بيعملوا اصلا. انا اصلا حسب كمان، مش بس انتبه، اول شيء حسب اي طائفه هن واي فريق سياسي واي تلفزيون. كل تلفزيون عنده خبير دستوري بخبره غير خبريه. شو هالحكي هيدا استساش؟ لك يا مالك مادة بتكون عادي هي ذاتها، ما في بتقول اللي بتقلك. اليوم قصة خبير دستوري بيطلع على تلفزيون. اليوم رئيس المجلس اللي فتح باب المجلس للتشريع قول عنه ما بيفهم بالقانون. شو قال هو؟ ما قال هذا المجلس دستوري، ما قال هذا العمل دستوري، قال هيدا تشريع ضروري لأن عم يخرب البلد. فإذا هيدا شيء دستوري بالدستور، هيدا هيدا مش شيء مخالف للدستور. لا رئيس المجلس خالف الدستور؟ لا لا ما إنه شيء دستوري. رئيس المجلس قال بالسياسة البلد ما بقى يحمل، البلد ما بقى يحمل، ما لنا جملة دستورية. مالك اسمعني بس، انت منتفض على بالك الدافع، اسمعني مزبوط. لا عم بسمع. رئيس المجلس ما طلع قال الدستور بيقول لازم نشجع بغياب رئيس، قال ربما الدستور بيقول هيك، انما هون انتقلنا من الدستور للانما. الانما بالسياسة وبالاقتصاد، وانتبه مش عم بقول انه زلمة عامل خطيئة. اجى قال الدستور بيقول هيك، انما وضع البلد كارثة راح يحطوا علينا عقوبات، تعوا يا جماعة نشرع. حكينا بالسياسة، حكينا بالاقتصاد، حكينا بالحرص على البلد، سلمانه الدستور. خالف الدستور؟ ايه طبعا رئيس المجلس خالف الدستور بالجلسات التشريعية. ايه اوكي. فاصل قصير بعد الفاصل، متابعة لهذا الحوار. فاصل ونعود. عودة لكم مشاهدينا وإلى القسم الأخير من نهاركم. سعيد لليوم السبت 25/2/2016، ضيعنا بالتاريخ. الآن سلسلة تغريدات للنائب شان جانجانيان عضو كتلة القوات اللبنانية، بما معناه عم بيحكي عن عمر الحكومة القصير الذي يستحق تجربة المبدأ الديمقراطي الطبيعي في تكوين السلطة، أي مبدأ اليمين يحكم واليسار يعارض. مبدئيا عم بقوص على حكومة الوحدة الوطنية. يقول النائب شان جانجانيان: لماذا الإصرار على حكومة الوحدة الوطنية؟ ألم يكن هذا الشكل من الحكومات بعد الطائف هو مصدر الفشل وسبب وصول البلاد إلى الفوضى؟ القوات كانت المهندس الأكبر في إنهاء الشغور وإيصال العماد عون إلى الرئاسة، وبالتالي فإن أي محاولة لإقصائها والتنكر لدورها الوطني الكبير لن يمر كما يعتقد البعض، و لن تكون هناك حكومة في لبنان من دون مشاركة القوات بحقيبة سيادية وأخرى خدماتية. وختم آخر تويت وهي الأهم: لن تكون حكومة في لبنان تتمثل فيها القوات بالفتات وبالتساوي مع من عارض انتخاب العماد عون. مية مية بالتوفيق. شو بي؟ لا ما بينفع بالتوفيق. ليه؟ ما فهمت. بدي جواب عشو؟ ما في سؤال. انتوا عرضتوا انتخاب العماد عون؟ ايه. تاخدوا نفس ال اول شيء نحن مش فرقانه معنا شو بناخد، شفنا قاتلين حالنا. اذا يعني افتكر مع انت عم تقلي كان عم بيحكي معنا، افتكر عم بيحكي مع يعني هيك، خلينا نسمي الامور يلي بالاخر. نعم. ما فينا كمان نحن نخبر خبريه ونصدقها. يعني بالاخر في في شخصين جابوا العماد عون هن تحالف. ايه. سيد حسن نصر الله وحزب الله والعماد عون يلي اجوا من سنتين ونص قالوا هيك بده يصير. وهيك صار. يعني اللي بالاخر يلي وصل هذا العهد هو حزب الله بشكل اولي، و
عمل مش بغض النظر عمل لا تعال لك ليش انا اليوم عم بحكي بموقف اليوم عم بيقول ما بياخد فتات وبالتساوي مع من عارض انتخاب الحكومه اول شيء نحن ما لنا مع القوات تاخد فتات او لا نحن عم نشكل الحكومه ولا نحن طلبنا من كل الافرقاء يفوتوا فيها ولا نحن حكي عم نحكينا بحكومه وحده وطني في رئيس بلبنان جايك يعني ليش برأيك القوات اللبنانية جبته بس اليوم فعليا ايه بس ليه برأيك القوات اللبنانية معركة اوسع حكومة الوطنية معركة ايصال الرئيس انتهت اليوم في رئيس اليوم في رئيس وفي رئيس مكلف ايه عم ليش عم اليوم ليه لقواصعت على حكومة وحدة وطنية ما وحيتك ما بعرف انه اصلا احنا بالطبخة ما كنا مش هيك طيب في رئيس اليوم عم بيجي عباله يكون جامع الكل هذا الرئيس تبع لبنان اللي وصل اوكي عباله يكون جامع الكل من حسب ما معلوم في رئيس مكلف عباله يعمل حكومة وحدة وطنية اوكي يلي عنده مشكلة مع شيء عنده مشكلة مع اثنين مش معي صح متفقين نحن يعني انا كحزب كتائب ما انتخبت العماد عونطة اخذ حقيبة ما انتخبت العماد عونطة يوم عم ينعرض علي حقيبة عم ببحث بخذها او لا مشكلة القوات مش معنا يعني انا مش عم اقول معكم انا عم اقول ما بدهم يكونوا مثلكم هيك عم بيقولوا هن شو بدك قال لك شو ما بتقلي بدي جواب بدك جواب عشو ما في سؤال برأيك مش تحجيم للكتائب اللبنانية من القوات هذا الموقف بركي ما في حدا بحجم الكتائب شو بدك قال لك بصراحة عن جد ما عبالي اصطدم مع القوات مش قصدي يعني. تصطدم خي ما حدا بدو يك تصطدم مع لا. القوات بس لما بيقول لن نقبل بالفتات وبالتساوي مع من عرض انتخاب العماد عون برأيك مش عم بيقول انه انا حجمي هالقد ما بقبل كون هالقد طب يعمل معارضة شو بعرفني شو بدك قال لك يعمل معارضة شو فينا اعمل يعني لا نحن كبرنا الحجر ولا نحن زغرنا الحجر ولا نحن هين عم بجيب لك يبي ما بدك بقى استاذ ملك هذا البلد بلد شراكة وما فيك انت يعني خليك نقولها مثل ما هي ما في خي يربح خط السياسي اللي بوجهك وتقنع حالك انت انك ربحان وتروح انه بدك تاخذ مغانم الربح منك ربحان منك ربحان يا اخي في 11 سنه طيب. لحظه بس معلش بس خليك شغله في 11 سنه اوكي انت رشحت العماد عون اخر 4 اشهر اوكي في ناس عامله ما صار معه عمره 11 سنه نحن منا منهم اوكي هوليك ربحوا ما فيك تكون ربحان انت والسيد حسن بالوقت اللي انتوا على خصومه ما فيك تكون ربحان انت وايران بالوقت اللي انتوا على خصومه ما فيهم بايران لاول مره بتاريخ حياتهم بينقلوا الانتخابات الرئاسيه لايف على التي في بيطلعوا كل جرايد ايران بيحكوا بانتخاب الرئيس ما فيهم الاندبندنت وواشنطن بوست وكل الوسائل الاخبار العالميه والاجنبيه تقول انتصر العماد عون حليف ايران وتطلع انت تعتبر حالك ربحان يا خيي ليه دائما عم بترجعني على هالفكره انا عم بسالك سؤال شو محدد سؤال؟ سؤال اجاوبك سالتك شو سالتك السؤال ترجع كل مره اذا سالتك اذا سالتك عن مجلس الوزراء بتقول لي في فريق انتصر وخسرنا هل قد قهرتكم الخساره هل قد قهرتكم الخساره بتخسر مش عارفين مش قصه تمصت مش عارفين تطلعوا منها مسيطر عليكم بكل حياتكم مش عم تعملوا شيء بالحياه غير انه خسرنا صديقي انت وحبيبي خيرنا السياسة لحديث الانتخابات الرئاسية خسر نحن قابلين هالشيء أوكي. اليوم صفحة جديدة عهد جديد عم يمارس بانفتاح تجي بتقول لي في ما بعرف مين بده يحطكم برا شو بدك جاوبك اليوم الملفات اللي حضرتها الكتائب اللبنانية على مدى 3 سنين تقريبا بفترة فراغ سنتين ونص وكانت قبل عم تبلش تحضر في ملفات كتير حضرتها الكتائب أكان لتطبيق مشروع اللي بتعتبره لتحسين البلد إصلاح كتير من الأمور إيقاف الفساد إيقاف الهدر محاسبة الفاسدين كل هيدي الملفات كانت عم تحضرها الكتائب اللبنانية اليوم كيف بدها تصرفها وين بدها تقرشها إذا فاتت حسب وين بتكون إذا كانت بالحكومة بدها تشتغل عليها بالحكومة إذا كانت خارج الحكومة بمجلس نواب رح تشتغل عليها بقوانين انتخاب إذا كانت بالمعارضة رح تشتغل عليها بالمعارضة بالشارع وين ما كان اليوم بفتكر معروف الموالفات اللي بتهم حزب الكتائب واحد على قاسه تطوير النظام على رأسه باتجاه اللامركزية أي قانون بيصب بخانة اللامركزية إن كان بالسياسة أو بالاقتصاد نحن معه بلشنا بملف النفايات على غيره صحيح. على شو مجوح ملف كتير مهم باخر فتره كان اللي اشتغلت عليه الكتائب بعتقد اصبح ملتصق فيها هي مكافحه الفساد اوكي بالحكومه مثل خارج الحكومه مثل بالشارع كل اللي عم يشتغلوا فساد احسن تعبير يعني اكثر واحد مهذب بقدر اقول لك اياه انه رح نشيب لهم راسهم مثل ما كنا عم نعمل وهون عدو الحاني بالكهرباء في فساد بالنفايات في فساد بالمطار والديوتي فري تبع المطار في فساد
بالبور في فساد. هو عم سمينا كيهم مش كأمتي ليه هيك. لا هو ملفات انتم. لا هو الأصدر. هو أقصده مظبوط يعني. صحيح. أوكي. في نحن بيسد جني في شبهات بالفساد. في بكتير محلات في ملفات نحن معتبرينا يا فيها فساد يا فيها شبهات بالفساد. بالحكومة رح نضوي عليها نفتح النقشة. بمجلس النواب وقتها لازم نعمل تشريعات ضدها رح نعمله. وقتها إذا بعض منا انجبرنا ننزل على الشارع رح نعمله. ببعض منا لازم نرفع قضية وهيك عملنا مثلا بملفات ملفات كل شيء له علاقة بالنفايات والسوكلين ومجلس الماء والأعمار رافعين نحن دعاوى. دونك هذا الشيء رح يكفي. واحدة من الأمور بركي اللي لازم كمان نبقى نخوض معركة عليها هو كل مجلس الأنماء والأعمار بحد ذاته يعني كل تركيبته كل صلاحياته. نرجع نحكي بركي بوزارة التصميم أو وزارة التخطيط بدل ما يكونوا كلهم محصوين مجلس الأنماء والأعمار. نحكي بالأنماء المناطقي في أمور كانت ماشية مش حنوقف نحكي فيها. أوكي يعني كان في بارانتيز اليوم اسمها الانتخابات الرئاسية تخلص بارانتيز نرجع على ملفات الأساسية اللي لها علاقة بحياة الناس. طبقة سياسية بالأغلبية الساحقة تبعها غير صالحة للاستهلاك وللبقاء وجزء كبير منها فاسد ولازم يكفي محاربتها إن كنا بالحكومة أو خارجها أو إن كنا بالمجلس النواب أو خارجها إن كنا مطرح مكان. اليوم اللي بيهم اللبنانيين بشكل خاص هو المدرسة هو الطبابة هو الكهرباء هو الماي هو الزفت هو عجقة ساي هو الأوتوستراد هو نوقف بيجوا بزباله على الطرقات بوجهه بيجوا بعده بيحكوك انه بدنا نجيب مساعدات. بجيب مساعدات لوين؟ طيب عم بيجوا مساعدات عم يعني عم بتقف. اوكي بدي كمل بموضوع ملفات الفساد. بدي كمل موضوع ملفات الفساد ابعد من السياسه اليوم بلبنان لانه السياسه اخذتنا من كل هيدي العجقه اللي نحن فيها وهي ضروري نحكي فيها. بس زميلتي ندى اندراوس عزيز صارت مجلس النواب جاهزه لتوفينا باجواء بدايه اليوم الثاني من المشاورات النيابيه اللي عم يجريها الرئيس عبد الحريري. ندى تفضلي الجو عندك شو كيف عم يتحضر المجلس وصل الرئيس الحريري كيف اليوم الاستقبالات رح تكون؟ نعم مالك بالفعل وصل الرئيس الحريري إلى المجلس النيابي وبدأ استشاراته مع الكتل النيابية وأول لقاء هو مع كتلة نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي على أن يستكمل طبعا هذه اللقاءات مع الكتل الأخرى من بين كتلة الوفاء للمقاومة كتلة نواب الأرمن ونائب الجماعة الإسلامية ليختتم هذا النهار بلقاءات مع النواب المستقلين. طبعا نائب كل نائب يدخل لوحده من المستقلين للقاء الرئيس الحريري وختام نهار مع كتلة الرئيس الحريري كتلة المستقبل. ينهي هذا اليوم يعني عند الساعة الثانية تقريبا من بعد الظهر ومن ثم يفترض كما جرت العادة أن يتوجه الرئيس سعد الحريري إلى القصر الجمهوري لإطلاع الرئيس عون على طبعا حصيلة هذين اليومين من المشاورات أو من الاستماع إلى ما طلبت منه الكتل النيابية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة. وبالتالي وتيرة اللقاءات ستكون سريعة لإنهاء هذا الموضوع على أن ربما تنطلق المشاورات الفعلية لتشكيل الحكومة بدءا من الاثنين المقبل طالما أن مسار الأمور يعني كان سريعا. تباعا طبعا مالك سنتابع معكم نقل التصريحات لكل الكتل النيابية التي ستلتقي الرئيس سعد الحريري وتختتم هذه اللقاءات بعد ظهر اليوم. صحيح رح نكون معك بناء المباشر ندى في حال ورود أي جديد كل التصريحات رح ننقلها خصوصا أنه اليوم إضافة لبعض الكتل والنواب في كتلة الوفاء للمقاومة في يعني أغلب الظن رح يكون إلى موقف وكتلة الرئيس بري ما بعرف إذا اليوم موعده كمان ندى؟ لا كترة الرئيس بري مبارح التقت الرئيس سعد الحريري وحتى كتلة اللقاء الديمقراطية اللي كان حتى كتلة اللقاء الديمقراطية اللي كان من المفترض يكون موعدة اليوم رجعت التقت الرئيس الحريري اليوم. يعني اليوم الأنظار تتجه إلى ما ستقوله كتلة الوفاء للمقاومة. يعني كتلة الوفاء للمقاومة لم تسمي الرئيس الحريري كتلة حتى الحزب السوري القومي الاجتماعي اللي وضعت بعهدة رئيس الجمهورية موضوع تسمية الرئيس المكلف. وبالتالي خلينا نشوف شو بدهم يقولوا والكل يعني عم بيطالبوا بمشاركة صحيح. الجميع وعدم إقصاء أي من القوى السياسية كانت مؤيدة أو معارضة للعهد أو لوصول الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة. على كل حال بارح الأمين العام لحزب الله ترك هامش من الخطاب قال أنه ما رح يحكي كتير عن موضوع المشاورات صح. لأنه رح يحكي عنا النائب محمد رعد. بانتظار أي جديد من مجلس النواب أي شيء جديد رح ننتقل لعندك. شكرا لك حتى هذه اللحظة ندى أندراوس عزيز وسنعود إليك في حال ورود أي جديد. قبل ما مش أنا ضايع أنا مضيعك أنت ضايع. لا أنا
شوف مين اجى مش هتتذكرني امبارح كانوا كتار تحكيني بالخساره وكذا وكذا عندك شويه ضياع بس امبارح كانوا كتار معليه تفضل تفضل طب مش ازمه رجعنا استدركنا لا لا بالعكس موضوع الملفات يلي الكتائب حاملتها نعم. شو قلت لي حضرتك انه رح تواجهوا كان في الحكومه ام في مجلس النواب صحيح رح تكون المواجهه على نسق ملف الزباله حسب الملفات يعني ما طارح وقتها بتقدر تواجه بالسياسه بتواجه بالحكومه بتواجه ما بتقدر تضطر تنزل على الارض بتنزل حسب الملفات وانتبه نسبه النجاح بتفاوت من ملف والتاني يعني اليوم مثلا بنجي بناخذ معركه النفايات هل نحن راضين عن ما قدرنا ننجزه بهذا الملف وعن نزلتنا على الارض هل حققت مبتغيها لا ما حققنا مبتغينا هل كان فينا ما نعمل هالمعركة؟ لا لأنه ببطل لك عين تطلع بعيون الناس يعني ما فيهم اليوم يجي قرروا يعملوا أكبر مكب زبالة على طول ساحل المتن وانت تقعد كأن ما في شيء تعمل معركة تقول لي هل والله عملتوا انتصار كامل فيها؟ أكيد لا هل قدرتوا تحققوا بعض الأمور إيجابية؟ إيه هل كنتوا بتتمنى تخلص أحسن من هيك؟ أكيد هل الناس عانت بقص هذه القصة لأنه قررت الحكومة تلعب دور النصاب يعني تجي إذا بدك تحط الناس تقول لهم يا بتمشوا باللي انا عم بعمله يا اما بترك لكم زباله على الطريق يعني مش هي اللي قالت بترك لكم زباله على الطريق بلا مين في مين في مين قطع الطريق علم الزباله على مين الطريق مين سكر طريق المكبات مين سكر طريق المكبات مش نحن سكرنا طريق اللي اصلا كان بده ينعمل مطمر ما سكرنا وحتى اللي سكر طريق المطمر اللي هو التشنك كمان منه مسؤول اللي لازم يلاقي حل جدي هو الدوله وقت الدوله بتلاقي لك حل سيء مش إذا بتواجهه بتكون أنت سبب المشكلة. طيب بس سبب المشكلة هو الدولة. واجهته الدولة طيب. كانت سبب المشكلة. طبعا واجهته بس شو حليته؟ عم بقول لك شو؟ غرقت العالم بالزبالة. كل الصيف. لا لا مش غرقت الدولة غرقت الناس بالزبالة لأنه. شاركتوها أنتوا؟ لا ما شاركناها لأنه أصلاً مرت الماضي إذا بتتذكر وقف لم زبالة على 8 أشهر ما تركوا زبالة على الطريق لقوا محلات يكبوها. بس هالمرة من ثالث يوم فجأة ما عادوا لقوا محلات لا تعرف انه لا الدولة خلت الناس بالزبالة مش صدفة هذه الدولة لعبت دور قطاع الطرق هيدي تنكون واعيين نحن شو كنا عم نجرب لقى الدولة يعني الحكومة ايه اكيد ما كان في رئيس اصلا كان في الحكومة الحكومة درعت اللي ظهرنا منها وقت قدرت تلعب دور قطاع الطرق اوكي نوعا ما لا مش نوعا ما في يا ظهرنا يا ما ظهرنا كيف نوعا ما حزب الكتائب ظهر من الحكومة لما قررت تلعب دور قطاع الطرق مش نوعا ما اوكي شو انجزنا؟ انجزنا اول شيء جبرنا الدولة تروح جديا باتجاه اللامركزية لان قبل في كبولك اياها شعار انه اذا بدكم تعملوا لامركزية فيكم لا اخذنا كل الضمانات اللي قال عليها ب انه اذا اي بلدية اليوم بتقول انا ما بدي اكون داخل الحل المركزي من اول دقيقة تاخذ هي مصرياتها بتلم هي زبالتها تعمل كل شيء دونك احنا باتجاه اللامركزية الجدية المطمر اللي كان مفروض يكون على 4 سنين نزلنا مدته من 4 سنين لسنة ونص او ماكسيموم سنتين اوكي دونك من هون انجزنا قدرنا نلغي المطمر لا هون فشلنا هون بتصير المسؤوليه مسؤوليه البلديات قبل ما تكمل تفضل احسب شو نص احسب شو قدرتوا وصلتوا لهيدي الحلول شو هو حلول اللامركزيه للبلديات وانه نزلتوا احسب شو ما بعرف انا عم بسالك انه اذا قصدك انه احسب انه الناس قعدت بزباله جمعتين وثلاثه ايه مزبوط اوكي ما انسان عم بيجي يقول لك تقعد بزباله 4 سنين انا قلت له خيي ما تقعد على 4 سنين رح جاك ما يخليك تقعد الدولة قعدته جمعتين اللي هي مصيبة منا مش مصيبة اصلا اذا فكيت الاعتصام انا فكيته مورا هيك انا ماني مبسوط ان الناس قعدت بزبالة جمعتين طيب. من حوالي الاسبوع بس خلينا نكفي لا بس قبل لا بس انا بحشني بفكره النفايات بس انا بهي الفكره بعدي بموضوع النفايات من حوالي الاسبوع نشرت مجموعه اظن بدنا نحاسب على فيسبوك فيديو كيف عم تنكب زباله بمطمر برج حمود بلا فرز مثل ما هي عم تنكب شو ما قلت ما قلنا لكم شيء من الاول ايه ما اخذنا معركه عشان احنا إيه بس ما عملتوا شيء كيف ما عملنا شيء؟ عبال لك شو عملنا وشو ما قدرنا نعمل؟ أوكي. ما نحن جينا شو ناطر مجموعة لا لا اللي عم حاول إلا ما قلت لك من عملتوا معركة عملتوا معركة وحربتوا طواحين الهواء وغرقت العالم بالزبالة نزلنا من 4 سنين لسنة ونص سنتين وعملنا لمركزية إدارية بس أنا كرمال منهجيتك بالهذا ما بحب تستعمل كلمات أنت بتعرف أنه مانا مزبوط حربتوا طواحين الهواء نحن ما حربنا طواحين الهواء حاربنا مافيا صار لها عم بتمول حالها بالزبالة 20 سنة لليوم ايه اوكي هل انتصرنا انا عم جاوبك انت عم تخبرني شيء انا عم خبرك إيه؟ هل انتصرنا على هذه المافيا بالكامل لا اوكي هل لانه ما انتصرنا بالكامل ما كان لازم نعمل شيء ونزقف لهم ونشارك معهم بالحصه وقت اجوا قالوا لنا يا خيي انتم ليه عم ينسوا لهم بالعرض 3 مرات خيي قد ايه بدكم خلصونا خيي قد ايه بدكم هيك معوضين مين اللي قال لكم هيك اجينا عروضات من ما رح سمي هلا تمام فوت بدعاوى قضائيه بس من الشركات اللي بتتولى ومن ناس وسطاء ومن موضوع زباله يعني طبعا 3 مرات انه خيي ومن كارتل النفط شو بو كارتل النفط
كرتل النفط اصلا بفتكر يمكن كان ضد المطمئن. بيجيكم شي عروضات؟ هون ما بده يعرض عليك شيء لان انت اصلا عم تعمل شيء هنا بدون يعني بشو بده يعرض عليك لشو؟ هو هي السؤال انه كمان كان في كثير علامات استفهام. ما هذا جواب الكتائب عملت البدو اياه كرتل النفط. اذا كرتل النفط بده انه اهل المتن ما يعيشوا بزبيلي برافو عليه مش عارف شارعه ولا عم بيقولوا هالشيء. هو هدفه وقتها مش انه ما يعيشوا. ما بتفرق معي شو هدفه اخر همي كرتل النفط وشو بيعمل وشو ما بيعمل. وللناس اللي سربت هذا الشيء اللي بعد منهم وزراء قلنا لهم يا حبيب قلبي انتم والاكبر منكم واللي بيشد عمشتكم ما بتغبروا بأشي على الكتائب ويلي عنده معطيات يا ميت لا أهلا لا وسهلا. لقلك ليه طرح الموضوع؟ ومن وقت ما سمعنا حس حاربت ما في الكتائب. حس لقلك بس خليني كمل. حاربت الكتائب يوما قالت انه ما بدها هيدا المطمر وهناك من غمز انه يابا جماعة النفط لانه بس تنكون واضحين المطمر رح يغير مسار كل الأنابيب. قصة كبيرة يغير مسار الأنابيب. حقهم 300,000 دولار أنابيب ما تخاف. هذه القصه كلها ما بتحكي حجمها منين دراسه على الموضوع. لا هيك قريت بالجريده. لا اصحاب الشركات بيقولوا اكثر من هيك بكثير وما بدهم هن. لا انا ما بدي احكي بهالموضوع. شو بدي فيهم؟ ايه؟ مش قصه ما لك جلاده. بدي اسال اليوم لما اثير الموضوع قيل انه الكتائب عم تعمل اللي بدهم اياه جماعه الناس عم بتحاربك اكيد. خليني كمل تفضل. رجعنا من بعدها وقفت الكتائب الموضوع قال انا انتصرت انا ربحت باللامركزيه. لا يا اخي لا لا انا ربحت باللامركزيه وصلنا لمحل ربحنا. لا 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 بدي كمل لك. بدك تكمل كمل صح. الكتائب ما قالت احنا انتصرنا. روح عم لك روح عم بقول لك بشو ربحنا باللامركزيه. لا لا هيك عمل مؤتمر صحفي رئيس الحزب ما قال في انتصرنا. قال نحن قاومنا هذا الشيء يا خي. قاومنا ما زال عم توقف على المصطلح مثل ما انا وقفت على المصطلح. قاومنا كل الناس حاسه حالها عم تنتصر بكل شيء. خي نحن ما عندنا شعور ما انتصرنا. انتم ما بعرف ليه عندكم شعور الخساره بكل شيء. ايه اكيد لانه حاله الناس ما لنا منيحه. حجنا انتصر كل الناس منتصره. ما منيحه ما الزباله بقيت عم تنتصر. مش عم بقول لك حجنا انتصر. خي ماني منتصر. وقت الزباله على الطريق ماني منتصر. وقتها بيوصل عكس خط السياسي ماني منتصر. وقت الناس محترق دين سريفة بلبنان ماني منتصر. زقيف بدي روح على مجلس النواب لشوف اذا انتصروا ورقص. بدي روح على مجلس النواب لشوف اذا انتصروا بالمشاورات ولا لا. الى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حمدي. الو يلا اسعد باي. جزيل. نعم شرف تفضل. طبعا اليوم يعني لقائنا مع دولة الرئيس المكلف بموضوع الاستشارات حول تشكيل الحكومة وحول رؤيتنا في كيفية التشكيل وتقريبا برنامج العمل. وجهة نظرنا بتقول انه اليوم الأولوية مع هذه الحكومة بهذه الفترة الزمنية يجب ان يكون لدى الحكومة أولوية أساسية بتهم كل المواطنين. لأنه نحن من الناس مع المواطنين من راهن على حكومة تعطي الأولوية للشأن الاجتماعي والاقتصادي في هذه المرحلة بشكل كامل. كلنا بنعرف وانتو وسائل الإعلام تعرفوا واكبتوا وشفتوا وضويتوا على ما يحتاج المواطن طوال هالسنوات الفراغ بهالبلد. كلنا بنعرف الأزمة اللي عايشها المواطن من الطرقات للمجاري لصرف الصحي للمياه للكهرباء للنفايات بالشوارع. كلنا بنعرف انه هذه الاولويات الحقيقة تركت احباط عند الرأي العام جعلت من المواطنين. وانتم كنتوا على الاقل ساهمتوا بصورة او باخرى نأمل ان يصحح هذا الموضوع بموضوع تشجيع المواطن ان يبقى ببلده مش يسافر من بلده. نتيجة الإحباط كلنا منعرف وكلنا عم نقول إنه والله الشباب اللبناني عم بيسافر. ليش عم بيسافر؟ لأنه ما عنده أفاق في وطنه. لا نحن منقول يجب أن نتمسك بوطننا. يجب أن تكون الأولوية الآن لمؤسسات الدولة وبالأخص مؤسسة السلطة الإجرائية التنفيذية يعني الحكومة الاهتمام في هذه المسائل لكي تعيد الثقة بنفوس وعقل المواطنين. نحن محتاجين بلبنان إلى ثقة عند المواطنين بمؤسساتهم بدولتهم من خلال الاهتمام في هذه الأولويات. هذا الجانب. الجانب الثاني طبعا الإصلاح السياسي في لبنان. نحن كنا وهلأ وبكرة وكل يوم منقول يبدأ في قانون الانتخاب. يجب أن ننطلق إلى مقاربة قانون انتخاب ينصف اللبنانيين ويقيم العدل بيناتهم ويوحد بين الصفوف
على قاعدة قانون انتخاب لبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي. أخذين بعين الاعتبار موضوع تطمين الطوائف من خلال قانون مجلس الشيوخ، وأنا بعتد هذا بآخر فترات كان عم يتناقش على طاولة الحوار. نأمل أنه يستمر نقاش ويتقدم فيه بعض المشاريع، ونحن من الأطراف السياسية حتقدم بعض المشاريع بهالسياق. قبل ما نوصل على هذا الموضوع، نحن منقول عن برنامج ما يريح اللبنانيين. اليوم في كلنا منعرف ما يهدد لبنان من مخاطر الإرهابيين بالعدو الإسرائيلي والإرهابيين المتطرفين اللي هني عم بيتهددوا لبنان، هددوا ولا يزالون. فلذلك نحن مع تقوية مؤسسات الدولة، تقوية المؤسسات العسكرية ووحدة المجتمع حول هذه الثلاثية جيش وشعب ومقاومة. نقطة الثالثة، نعم بما نحن كتلة تمثل الحزب السوري القومي الاجتماعي، نحن طلبنا بأنه هذا الدور اللي عم بيشتغل بيلعب فيه الحزب اللي هو بيمثل عابر للطوائف وعابر المناطق، نعم نريد أن نساهم في عملية استنهاض الدولة. من حق الحزب أن يكون لديه حقيبة أساسية، وهذا ما طلبناه. شكرا. نعم طلبنا شأن أساسي. أولاً إقرار وإجراء، هي بتقترح مجلس نواب بناقش، وبالتالي بتصير الانتخابات في موعدها. نأمل ذلك. يلا يعطيكم العافية. هلا مش عم بسميك إلك. إذن كان هذا تصريح رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، أو بالأحرى الرئيس السابق، رئيس كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردين، اليوم رئيس الحزب الوزير السابق علي أنصو، بعد لقاء كتلة الحزب مع رئيس المكلف تشكيل الحكومة الرئيس سعد الحريري. يبدو أنه القومي كمان بدهم حقيبة رئيسية. كلهم بدهم حقيبة رئيسية، لازم يعملوا 128 حقيبة رئيسية. شغلة مفيدة من انحكى ولازم نفتح افتكر هذا نحكي عنه، أكبر تحدي قانون الانتخاب للعهد اليوم هو قانون الانتخاب. سبقتني، بدي أسألك. لا ما سبقتك، أنت أصلا قلت لي كنا عم نحكي تحت نحن ما بنسبقك. أكبر تحدي اليوم هو أمام العهد هو قانون الانتخاب. ولأقلك شغلة، أنا صار لي فترة طويلة عم نسمع تنظير من كل الكتل السياسية على قد ايه قانون الستين هو كارثة الكوارث. صحيح. كل واحد عم يزايد على الثاني أنه لو هو كان البطل كان طلع قانون جديد. هلا كلهم صاروا ابطال. هون في تحدي للكل. رئيس جمهورية، رئيس مجلس وزراء، رئيس مجلس نواب، صانعي العهد، الثنائيات، الثلاثيات، الرباعيات، كل العالم. اول شيء وقفوا تقدموا قوانين. في بمجلس نواب اقتراحات قوانين فيك تعمل فيهم انتخابات على 3000 سنه جايين. ما في شيء ما تقدم، دائرة كبرى، دائرة صغرى، متوسطة، نسبية، القانون الأرثوذكسي، الدوائر متوسطة مع نسبية، ده كله. أوكي. أمير رحمي عم يحكي. بالموضوع هذا، بالموضوع التوزيع، أنا مش طالب شيء، أنا طالب يعني أنا موجود بتكوين عريض طويل عريض معروف، رباعي خماسي، هو التكوين اللي معروف، جويس بتعرفه. هذا التكوين بتمنى يكونوا كلهم مرتاحين، اللي كانوا كلهم ولا يعني كلهم يعني كلهم. أما بموضوع السياسة، حكيت معه كنائب على بك الهرميل وقلت له، بعيدا عن السياسة وبعيدا عن الاختلاف السياسي بين الأفرقاء اللبنانيين، قلت له ما قناعتي الراسخة واللازمة الراسخة عندي التي لا أتراجع عنها ولا يوم، نتيجة العرفان بالجميل ونتيجة ما حصل على الأرض، إن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي التي جعلت من لبنان يصل إلى هذه الاستحقاقات. ونعمل نصوت لفخامة لرئيس جمهورية ونكلف ويتم تكليف رئيس حكومة ويتم تأليف هذه الحكومة. أتمنى في البيان الوزاري أن يكون هذا المعطى معطى ظاهر وحاضر، لأنه لا يتعلق بالسياسة بل يتعلق بأزمة الوجود اللبنانية، ويتعلق بالتصدي للإرهاب
أينما كان. وشكرا. شكرا. نائب أمين رحمة ما طلب شيء لنفسه، ما بده حقيبة وزارة. لساعد نائب أمين رحمة بالقصة كلها لقى حاله بين لحاله، منفرد، نزل منفرد ومش طالب شيء لنفسه. صح. أوكي، نرجع على قانون الانتخاب سريعا لأنه بدي أختم. إيه لك شو؟ كل القوانين موجودة بمجلس النواب. احملوا حالكم يا شباب، هلا بما انه صار في عنا رئيس وصار ماشي التشريع وكله تمام، نزلوا على المجلس تنصوت على قانون ونمشي بالقانون يلي بيربح شو ما كان. لانه انا رح اقول لك شو، انا بقول لك شغله، كل اللي عم بيخبرونا اخبار كلهم مع الستين، كل واحد مذنب حتى يثبت العكس. كلهم. فاذا عن جد انتم جديين رايحين على الستين، انا برايي شايفينه لهلا، ما في شايفينه، هذا نهار الاحد بتعمل تنبؤات وما اخر فتره ما زبطت قصه ولا عبالي فوت بالقصه. انا برايي انه كلهم فعليا بداخلهم بدهم الستين وعم بيخبروا الناس شو. وانتو نحن ضد الستين للاخر. اوكي، ونحن رح نفرجي بالممارسه قد ايه نحن ضد الستين بكل مرحله. بس نحن بتعرف انه في كتل اكبر منا، كل واحد يوم عم بيخبرنا عن حجمه وعن كتله وعن دوره بصناعه العهد، وصفوا كل هالشيء لتعملوا قانون غير الستين. والا ما تقولوا لأنه ما بدنا نعمل تمديد مشينا بالستين. الستين هو تمديد، ما تضحكوا على الناس. بالستين بيجوا نفس النواب السنة ونفس النواب الشيعة ونفس بليزموا نفس النواب المسيحية. تنزلوا انتوا على الستين؟ ننزل بكل الأحوال، ما عليها. بس يعني بتكون تواجهوا قبل ما نوصل. ما يخبروا الناس أخبار. صاركم تخبروا الناس أخبار سنتين ثلاثة عن قانون الانتخاب. هلأ فرجونا قانون الانتخاب، لأنه إذا ما رحنا قانون انتخاب جديد هيدا فشل للرئيس ولا رئيس الحكومة ولا رئيس مجلس النواب ولا صناع العهد ولا كل العالم. بتكونوا أهم استحقاق فشلتوا فيه، بتكونوا عم تعملوه عم بتحطوا الناس برا، تحطوا الناس برا لتضلكم أنتوا جوا. حبوبوا لمصطلح صناع العهد في كتار، لأنه كل ما بحضر كل ضوء تلفزيون كل واحد بيقول لك أنا صانع العهد. يمكن أنتوا بس اللي عم تقولوا مش صناع العهد. وشو كذب حالنا، ما لنا صناع العهد يعني، كان فيكم تعملوا اسمع بالطبع. كان فينا مش فينا. اسلوبنا لا انتبه، كان دغري فتنا نقاشنا حصص ونواب وكذا، كنا ركبنا تركيبه بس. نحن لهون ما لنا شاطرين بالتركيبه. نحن لهون بينتهي وقت حلقتنا. انا بدي اتشكر حضورك معنا عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب استاذ سيرج داغر، اهلا وسهلا فيك دائما ضيف عزيز في هذا البرنامج وهذه المحطه. مشاهدينا حلقه جديده من نهاركم سعيد، بتطلع عليكم بكره صباحا لمواكبه يعني الاحتفال غدا، الاحتفال الشعبي في قصر الجمهوري احتفاء بوصول الرئيس العماد ميشيل عون إلى سدة الرئاسة. على كل حال بقونا معكم طوال هذا النهار في نقل مباشر من مجلس النواب في حال ورود أي جديد أو في تصاريح الكتل والنواب بعد لقائهم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الرئيس سعد الحريري. إلى اللقاء.